اهلا بحضراتكم من جديد. النجم الكبير الكابتن احمد فوزي نجم الاهلي السابق نورني وشرفني في الاستوديو اخيرا. يعني مساء الفل يا كابتن. مساء الجمال ومعلش عذرا على التاخير والصحه والسلام. ربنا يخليك. سنه طيب والاهلي طيب والجماهير الاهلاويه طيبه. سنه جميله سعيده كلها بطولات ان شاء الله على النادي الاهلي بإذن وتبقى الله. سنه ان شاء الله 2020 ان شاء الله ان شاء الله على الاقل نحقق الرباعيه مش الخماسيه يا رب ان شاء الله. شايفك جامد انا على تويتر. ما على قد يعني. لا انا شايفك بيجي لي كل حاجه. لا ما طبعا انت معاك الرجاله كلها مع حبايبي كل المعلنين اللي جوه حبايبي. خلينا بعد الهوا بقى نقعد نتكلم. طيب ماشي. عامل انت احصائيه كده شايف يعني محضر. هو مش احصائيه قوي هو بس انا عايز اتكلم في نقطه. اتفضل. يعني فايلر الراجل مشي معانا بطريقه مميزه جدا. عامل كويس يعني عامل شغل كويس قوي قوي قوي. امبارح بس انا قلت كلمه كده وناس كتير اعترضت عليا انه امبارح يعني عارف لما تجود في حاجه يعني هو حب يفتي زياده عن اللزوم. مع احترامي لاي حد. تمام احنا ما لعبناش الطريقه دي اربعه اللي هي 3-4-3. ما عندناش اللعيبه اللي تنفذ الطريقه لان انت حطيت احمد فتحي في الحته دي. المكان ده الوحيد اللي يلعبه ايمن اشرف في 3-4-3. المكان الوحيد اللي يقدر يعمله عندنا في الفرقه هو ايمن اشرف. تمام. وساعات رامي ربيعه لو في حد في القلب جامد. تمام. انما احمد فتحي هو اصلا ايمن. اه لعيب كوره كويس. جوكر تقدر تحطه في اي حته يفيدك. انما انت عايز واحد اشول عشان يزيد معاك ولما يطلع يهاجم ومعلول يبقى قدامه السرد باكين يخش وكانك بتلعب 4-4-2 عادي. فانت دلوقتي ايه انت لازم يكون اللي بيلعب ناحيه الشمال ده اشول. ناهيك ان محمود متولي لسه راجع من اصابه. الحته دي عايزه 3 سرد باكات سبرنترز. ليه؟ لان انت على طول واحد بيطير والاثنين التانيين بيخش يلعبوا جوه. لما الكره تتعمل في القلب الاثنين واحد بيروح والتاني بيخش في ظهره وده بيجي يغطي الناحيه العكسيه. مالناش دعوه بقى بالباك رايت والباك ليفت مش موجود اللي هم دلوقتي جناحين اللي هو محمد هاني وعلي معلول. فمحمود متولي عنده سنه بطء. هو مش اسرع واحد في السيرد باكات يعني ممكن يعملها سعد سمير كويس قوي ربنا يشفيه ويعافيه ويرجعه بالسلامه ان شاء الله. انما عشان كده في اول 3 دقايق كنا ممكن نتخطف جونين امبارح خاصه الكورتين واحده بتاعه عمرو مرعي الاثنين بتوع عمرو مرعي ولكن ربنا ستر اللي جت في العارضه من بره ودي وطلعت عشان احمد فتحي ما كانش عارف يقف. مع طبعا كابتن احمد فتحي خبراته وكل حاجه بس انا بقول اللي انا شفته. تمام. اول ثلث ساعه الفرقه ما كانتش قادره تستحوذ على الكوره بطريقه كويسه. تمام. ابتدينا اول هجمه لينا كانت تقريبا في الدقيقه 21 او 19 مش فاكر بالظبط. فده دليل ان الفرقه خدت وقت عقبال ما ايه ما تتعود على طريقه اللعب لان طريقه اللعب ممكن يكون عملها في التمرين يوم او اتنين بس دي بتاخد شهور عشان تتحفظ. ولا انا غلطان؟ لا تمام هرد عليك. اتفضل. بس انت قلت حاجه كويسه. قلت المدير الفني ساعات بيجود. ايوه صح. المديرين الفنيين اللي بيفكروا كتير قوي لازم يعملوا كده. لازم يعمل كده. جوارديولا نفسه تيجي في مره ايه ده هو بيعمل ايه انت تستغرب لو انت يعني لو حد ما اتفرجش على جوارديولا وعارفه هيقول لك المدرب ده ما عندوش فكره. ايوه صح فعلا. لكن في ثانيه بيروح لامم الدنيا بقى ما بتغيره واحده بيلمها. بالظبط. ماشي انا معاك. انا مش لكن كل فعلا انا مش بقى انت عارف انا ما بدافعش والله. تمام. لكن كل المديرين الفنيين اللي بيفكروا يعني دايما يشغل دماغه لازم تعمل حاجه هي التجويده. ايوه بالظبط. بص انا برضو مش لن اخفي عليك سرا ان هو لاعب احمد فتحي ناحيه علي معلول عشان عارف ان الهجوم بتاع الطرف اليمين لنادي المقصه عالي شويه. خلينا بس متفقين على دي. تمام. وعلي معلول في الناحيه الدفاعيه مش جامد فقال لك العب بثلاثه عشان احمد فتحي يغطي ورا علي معلول. انما عشان اقفل الحته دي بس احنا ما شفناش كده امبارح. هو بس احسن حاجه عملها انه ما كبرش. انه ما كبرش في الكوره. عارف لو كبرت في الكوره وصممت على رايك لا لا طبعا هتخسر. لا هو ما كبرش. هو عمل ايه؟ هو استنى وغير تغيير. محمد هاني طلع رجع احمد فتحي مكانه لعب 4-3-3 4-2-3-1 الطبيعيه لما نزل كمان جيرالدو فرق كتير مع الفرقه ورجعتنا للحاله الهجوميه اللي هي في الشوط الثاني. احنا رحنا ضيعنا كتير. سيبك من الهدفين احنا قبل الهدف ضيعنا وبعد الهدف ضيعنا. فاعتقد هو جود. هنا بقى النقطه الراجل مدرب كويس قوي بس مش فوق النقد. مفيش حد فينا في الدنيا فوق النقد. كلنا بنخطئ ونصيب صح ولا انا غلطان؟ تمام. ولو هو ما عرفش خطأه امبارح عارف كان ممكن يعمل كده امتى؟ بعد ما يكسب 2-0 يبتدي يلعب بثلاثه سرد باكات. انا معاه في دي. انما وانت في اول المباراه كان لازم تروح تهدد لان كده كده المقصه كانت خايفه منك. انت اديتهم فرصه ان هم يلعبوك صح ولا انا غلطان في كلامي؟
كلام كوره صح ولا انا غلطان؟ تمام. اديتهم فرصه انه يخشوا معاك في الجيم، ولكن الحمد لله ربنا ستر. انا بس خلينا في النقطه دي. انت عارف انا برضو باكد عليك ان انا مش عشان في قناه الاهلي هم عارفين، يعني الناس الساده المشاهدين عارفين، لو اتكلمت مع فايلر في انت ليه لعبت ثلاثه انت هتقول له في الاخر انا اسف. اه طبعا هيقنعك بوجهه نظره، هتقول له في الاخر انا اسف. ايوه ما انا عارف. حته بقى هو لعب احمد فتحي ليه، الناس دي اللي اقنعتك ان هو مدير فني كفء ومدير فني كويس جدا جدا، هيرد عليك ويقول لك فعلا انت في الاخر تقول له انا فعلا اسف، بس انا كحد عادي بص مش عارف دماغك فيها ايه، انا شايف الدنيا المفروض كانت تبقى كذا، فهو يقنعك ولا لعب بثلاثه ليه. وانا مقتنع تماما بوجهه نظره، بس انا بقول كان يعكس بدل ما يبتدي 3 4 3 ويرجع يعدلها تبقى 3 4 تبقى 4 3 2 1 او 2 3 1، لا كان ممكن يلعب الاول يهدد فرقه الخصم وبعدين يخلي بالك. وكان معاه جيرالد وليد سليمان اوراق رابحه جنبه ليه، الناس برضو بتتساءل الراجل لما نزلوا الاثنين غيروا مجرى المباراه، تتحسب ثانيه تتحسب له بالزبط. واحد عمل ضربه جزاء جه منها الهدف، ووليد كان الى حد ما ماشي كويس، فانت ما تقدرش تتكلم غير الحقيقه اللي حصل. بس انا بتكلم كوره، انا مش يعني دي وجهه نظري، اكيد ممكن اطلع غلط. لا مش اكيد اطلع غلط، انت كل واحد بقى عنده وجهه نظر بس مش متبنيها، انا بحترمك جدا في الحته دي. لا خالص مش بالظبط مش متبنيها، اللي هو عشان كده بقول لك انت لو قعدت معاه هتقول له انا اسف في الاخر، لان انا متاكد ان هو هيقول لك انا عملت كده ليه وعملت كده ليه، وهتقتنع بالكلام. هو اكيد وجهه نظره تحترم باي حال من الاحوال، ولكن انا بتكلم في لان هو قدر يقنعنا بحاجات كتير قوي. هو اقنعنا بحاجات كتير، واقنعنا بلعيبه ما بتلعبش في حتت بالظبط، خلي بالك يعني بالزبط. هو في لعيبه جابها يعني مش مركزها وبيلعبها بالظبط، فعشان كده بقول لك انا لا هو طبعا الراجل بيهتم بكل صغيره وكبيره، وده اللي بيخليه ناجح، وده اللي بيخليه الاهتمام بالحاجات الصغيره دي هي اللي بتنجحه. فطبعا ما حدش يقدر يقول ان هو اخطا ولا ما اخطاش، هو ليه وجهه نظره عملها، ولكن لينا نقد. اصل في بعض الجماهير وبعض الناس بتقول لك هو الراجل فوق النقد، لا سيبه يعمل اللي هو عايزه. لا يا جماعه احنا لازم برضو لابد من تصحيح الخط الطبيعي، اكيد الكلام ده بيوصل له، انت عارف هو مهتم بكل حاجه والكلام ده بيوصل له، فمفيش مشكله ان هو يسمع النقد. انا عامل شويه احصائيات كده ممكن اتكلم عليها. اتفضل. الراجل ده تخيل في 9 مباريات، انا هتكلم على الدوري بس، يعني هزود في حتت في افريقيا كده، بس انا هتكلم على الدوري بس. اتفضل. الراجل في 9 مباريات تخيل ملاعب 24 لعيب، 24 لعيب في 9 مباريات، تدوير مهم جدا جدا جدا، رقم كبير. الاكيد اللي لعبوا ال4 مباريات انا هقولهم بالترتيب بماتشاتهم، الشناوي الوحيد اللي او هو هو وقفشه الوحيدين اللي لعبوا 9 ماتشات ما شاء الله. رامي ربيعه 7، ايمن اشرف 8، ولو ما كانش واخد الـ3 انذارات كان لعبه التاسع. سعد سمير ربنا يشفيه 2، محمود متولي 1، وياسر ابراهيم 1. باك رايت لعب محمد هاني 9 مباريات واحمد فتحي 3 مباريات في الدوري، 3 مباريات بس. طب ارجع واقول لك بقى انه في افريقيا على طول محمد هاني هو اللي بيقعد واحمد فتحي اللي بيلعب. تمام. فهو الراجل بيدور على الخبرات بيستفيد منها في ايه؟ في ماتشات افريقيا. ودي حاجه ميزه يعني مهمه جدا انه بيدور على مباريات افريقيا اكتر من المباريات المحليه، مع احترامي للدوري المحلي. تمام. ولكن انه محمد هاني يلعب 9 ماتشات الدوري واحمد فتحي يلعب 3 ماتشات بس، دي حاجه تدل على ان راجل بيفكر في بطوله افريقيا. ده خلي بالك دي بين قوسين من وجهه نظر يعني. باك ليفت لعب علي معلول 7 مباريات ولعب محمود وحيد مباراتين لان علي كان مصاب. وسط مدافع عمرو السوليه ما شاء الله لعب 7 مباريات ولو ما كانش موجود برده المباراتين اللي تعور فيهم كان برده لعب. اليو ديانج دخل 4 مباريات، حمدي فتحي 3، حسام عاشور 3، بس حسام عاشور ما ابتداش ولا مباراه، انما الثلاثه التانيين اذا كان السوليه او ديانج او حمدي فتحي ربنا يشفيه ويعافيه ويرجعه بالسلامه، الثلاثه دول لعبوا على طول اساسيين. وسط مهاجم محمد مجدي قفشه ومقتنع بيه تماما، لعب 9 مباريات. وليد سليمان لعب 9 مباريات وهو اعلى معدل تهديفي في الفرقه، يعني وليد سليمان لعب بالدقائق 330 دقيقه في 9 مباريات. تاني 330 دقيقه في 9 مباريات احرز 5 اهداف وهو اكبر معدل تهديف في فرقه النادي الاهلي. ودي ليها كلمه لوحدها هنتكلم عليها بعد كده. حسين الشحات لعب 8 مباريات، رمضان صبحي ربنا يشفيه 6 مباريات، الشيخ 4، وجيرالدو 2. المهاجمين بقى جونيور اجاي 8،
مروان محسن لعب 5 ونزل بديل 2، وليد ازارو 7، صلاح محسن 1. ارجع ااكد على حته مهمه جدا، مروان لعب 5 مباريات وجونيور اجاي 8، وفي الدوري الافريقي او في بطوله افريقيا الاثنين لعبوا قد بعض 9 و9، يعني بالمجمل هنا وهنا يبقى 9 و9. مروان اكتر واحد لعب هو وجونيور اجاي اكتر اثنين راس حرب. طيب ارجع واقول لك بقى قصه ان الناس كلها بتتكلم ان الاهلي عايز راس حربه، طب جونيور مش موجود، هو بيلعب مروان محسن، ولكن مشكله مروان هي عدم التهديف. ممكن يكون مروان كسترايكر جوه الدايره، هو جوه ال 18 سوري، اكيد الكلام ده ليك انت احسن، انا ممكن احرك فرقتي كلها بره، اطلع واستلم واحط ده واحرك ده واحط اللي في وشي وارجع، واكيد الكلام ده طبعا عارفه، وممكن اكون سترايكر بوكس او سترايكر صندوق، ولا انا غلطان؟ تمام. فالراجل حتى جونيور اجايه لما بيلعب الراجل بيلعب بسترايكر خفي، اهم حاجه في الاسترايكر انه ياخد الناس ويطلع بره ال 18 عشان الاثنين اللي جايين من الطرف او الراجل رقم 10 يخش يجيب جون، ولا انا غلطان في اللي انا بقوله؟ ف يعني الناس لازم تهدى شويه على الـ 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 على مروان. مش بقول كده من فراغ، انا بقول كده ان مروان لعيب كويس من 2017 هو في المنتخب مثل مصر بطريقه كبيره، انما هو لسه الكوره ما مشيتش معاه، لما تمشي معاه هيبقى حاجه ثانيه. انا مش معترض ان الاهلي يجيب سترايكر، ولكن انا بقول الناس لازم تهدى على مروان شويه، دي وجهه نظري. انا كنت بقول الكلام ده على فكره، يعني ما سمعتنيش وانا بقوله، بس انا قلت الكلام. انا ما سمعتوش فعلا، انا ما قلتش تهدى، انا قلت لازم ندعم كل لعيبه النادي اكيد طبعا لغايه لما يقعد 10 سنين، يمشي بكره، يمشي كمان سنتين، بندعم كل اللعيبه، حتى لو احنا لو ما دعمناش اللعيب هو عايز دعم، هندعمه امتى؟ ده حقيقي بالزبط. اي واحد بيلبس تيشرت النادي الاهلي احنا كلنا بنمثله وكلنا في ظهره الى ان مش يترك الفرقه، لغايه لما نقول له مع السلامه. لا ده بعد ما يترك الفرقه، خلي بالك كتير قوي بندعمه، بعد ما بيسيب الفرقه الجمهور برضه بيدعم اللعيبه موجود. طبعا طبعا. فيعني انا شايف ان الناس لازم تهدى شويه. الغريب بقى، تعالى بس اقول لك حاجه سريعه. قول لي مين اللي جاب الاهداف في الدوري؟ 5 وليد سليمان، رمضان صبح 4، قفشه 3، حسين الشحات 3. دول يمثلوا كام؟ دول يمثلوا 15 هدف من اجمالي النادي الاهلي جاب 28. طيب بعد كده ازارو 2، علي معلول 2 من ضربات جزاء، احمد الشيخ هدفين، اجاييه هدفين، حمدي فتحي هدف، وعمرو السوليه هدف. طيب 6 8 دول 10 25 الاربعه دول ومعاهم جونيور اجاييه جايبين 17 هدف من 25 بنسبه تتفوق اكتر من تلتين. ده دليل على ايه؟ ان هو مش بيلعب على راس حربه خالص. تمام. وليد ازارو جايب جونين، الباقي وليد جايب 5، رمضان 4، شحات 3. فده يوريك ان فكر الراجل بيلعب ككتله واحده، هو ولا بيعتمد على سترايكر ولا بيعتمد على هو بيلعب ككتله واحده. عشان كده اي غياب في الفرقه ما شاء الله لا قوه الا بالله بيعوضه بواحد حافظ نفس الطريقه اللي كان بيلعبها اللي قبله. صح. في فروقات صغيره في الناحيه المهاريه او الناحيه الفنيه، بس مش الفروقات 50 60%، الفروقات 10% 15%، وهو ده اللي ممشي الفرقه بطريقه مميزه، ان الفرقه عندها سيستم ماشيه عليه وكل اللعيبه ماشيه بنفس الاتجاه. وعشان كده انا طبعا برفع قبعه لمستر فايلر، وفي نفس الوقت بقول للاهلي يا ربنا يكرمنا ونستمر ان شاء الله، بس برضو من وجهه نظري اهم حاجه افريقيا. اكيد اكيد باذن الله باذن الله. نقطه اخيره عشان قولي. ما قول لي خد وقتك. ايمن اشرف، مين اكتر ناس خدت انذارات؟ معدل الانذارات في النادي الاهلي 0، مش 0 يعني، ايمن اشرف واخد 3 انذارات، متولي كارت، محمد مجدي انذار، محمد هاني انذار، اليو ديانج انذار. انت كده بتتكلم 7 انذارات في 9 مباريات. صح ما شاء الله ما شاء الله. طب ده يدل على ايه؟ ده يدل على ان الاهلي بيضغط ثلاثي ورباعي في انحاء الملعب، وبيقل من كل ما تقلل المساحات تعرف تقطع وبتسترد الكره في اقل وقت، انما لو في مساحات كبيره غصب عنك انت واحد على واحد لازم اعمل فاول عشان اخد انذار. صح. جميل. انما طول ما انا كومباكت او بلعب بضغط بثلاثه او بضغط باربعه في اي حته في الملعب، ده يوريك ان الانذارات معدلها اقل او انت مستحوذ اكتر. مستحوذ اكتر. لا وبرده حتى لما بتقطع الكوره بتقطعها في اقل وقت. هدف امبارح بتاع اليو ديانج اللي قطع الكوره من نص الملعب وعمل باص لقفشه راح حطها، ده دليل ان انت بتقدر تقطع في اقل وقت ممكن، وده يوريك ان الضغط
مع الراجل ده ايجابي جدا 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 ومؤثر علينا بالايجاب في الانذارات اللي علينا. تمام تمام. برضو الناس اللي قالوا التشكيل ومش التشكيل، في ناس قالت بس ده التشكيل اللي انهى بيه فايلر مباراه بلاتينيوم. بس ما كانش بيلعب بالثلاثه اربعه ثلاثه، يعني كان بيلعب ساعتها مين؟ نزل لعب بفتحي، كان فتحي طرف ولعب بياسر وسوري بمحمود متولي ورامي ربيعه، وطلع واحد قدامه ما كانش مش فاكر ايمن اشرف باين كان موجود. معلول اللي كان بيلعب فوق. معلول كان بيلعب فوق بس ايمن اشرف راح باك ليفت ولعب اربعه بالعرض برضو، احمد فتحي ومتولي وربيعه وايمن اشرف. يعني هو ما لعبش بثلاثه. طب هو ليه الثلاثه كانوا باينين قوي في خط الدوري امبارح؟ باين قوي. تمام. باين قوي كمان، وكان في جاب كبير بين الثلاثه وبين خط وبين نص الملعب بين السوليه واليو ديانج، كان في جاب كبير جدا، لان انت غالبا لما بتلعب اربعه بيبقى واحد قدام واحد او واحد بالعرض قدام واحد واقف بورب، انما الثلاثه امبارح كانوا نازلين لتحت، احمد فتحي واقف هنا، ربيعه هنا، متولي هنا. لا انا لازم لما والاثنين اللي في نص الملعب كانوا بعاد، فكان في جاب في نص ورا الاثنين الديفندر، فعشان كده هي دي اللي عملت علينا مشكله. اول ما عدلناها في الشوط الثاني اللعب سهل وابتدينا نقطع اكتر وبنوصل اكتر، ودي وجهه نظري في الاول وفي الاخر، وممكن يكون بيجرب كده لانه يحتاج الكلام ده في بعض مباريات افريقيا بره، انه يلعب بثلاثه سيرد باكات بالعرض، بس مش هتبقى اللعب كده، هيبقى اللعب كومباكت، مش هتفتح الملعب، يعني مش هتلعب في 65 70 متر، لا انت هتلعب بقى في 30 40 متر ويبقى بثلاثه قدامهم اثنين واثنين على الطرف ضامنين لجوه، والثلاثه اللي قدامهم هم اللي بيهاجموا بس، يبقى بدافع بسبعه بثلاثه. دي ممكن اعملها بس يبقى الدفاع كومباكت في 30 35 40 يارده، انما ما اعملهاش في 70 يارده لان انا هلاقي مساحات كبيره قوي في الاطراف وهلاقي مساحات كبيره قوي ورا خط أكيد المنتصف. اكيد اكيد انا معاك جدا، اكيد انا معاك جدا. بالرغم من اللي انت بتقوله لكن حارس مرمى مقصه كان بطل الشوط الاول. هايل هايل كان بطل الشوط الاول ما شاء الله هايل. طب محمود ايه المفارقه، ايه المفارقه اللي في كده؟ شكل النادي الاهلي مش هو، لا خلي بالك، لكن كان حارس مرمى مقصه كان بطل الشوط الاول. ما هو مش مفارقه ولا حاجه، الاهلي كل ماتش اي حارس بيلعب قدامه بيبقى بطل، بس خلينا نبقى متفقين على كده. تمام. ان اللي ما يعملش ماتش كويس قدام النادي الاهلي يبقى مش حارس كويس، لان الناس كل الحراس في مصر بتستنى مباريات الاهلي واحتمال الزمالك عشان تظهر بمستوى كويس، عشان تروح حتت كويس. ف اعتقد ان محمود حمدي كمان ما كانش بيلعب اخر مباراه، كان بيلعب احمد عادل عبد المنعم او المباراه اللي قبلها، فمحمود حمدي عايز يثبت نفسه مع ميدو هو الوحيد اللي بيلعب. خلي بالك محمود حمدي ما كانش بيلعب خالص السنه اللي فاتت، كان احمد عادل اللي بيلعب، بس من اول ما جه ميدو احمد عادل ما بيلعبش، واللي بيلعب محمود حمدي عشان نقطه واحده، عشان محمود حمدي بيعرف يلعب برجليه كويس، احمد عادل تنقصه هذه الحته، فهو عايز يبتدي الكره من تحت ميدو يعني، فبيلعب محمود حمدي عشان كده. هم المقاصه بتلعب كره من تحت. ده بيبتدوا من تحت كمان، بيلعب ميدو احمد مودي، بيلعب مودي اصلا باك ليفت، بيلعبوا سيرد باك، لعيب كويس جدا. بس برضو خلي بالك السن يفرق معاه في 33 سنه، وعشان يبتدي الكره من تحت هتبقى الدنيا صعبه عليه في وقت زي ده. وهفتح الاثنين السيرد باكات اعتقد الدنيا بتبقى صعبه جدا، وده اللي باين في نتائج المقصه. خلي بالك ان المقصه عنده 7 نقاط من 11 مباراه، وده رقم، او 9 نقاط من 11 مباراه، وده رقم لا يليق بالمقصه تماما. عشان كده مش شايف الكره من تحت خالص. لا والله بيلعبوا من تحت، كل المباريات بيلعبوا من تحت، ده في ماتشات خسروها عشان بينقلوا كره من تحت اتقطعت من مودي، كان اعتقد ماتش سموحه. مع احترامنا طبعا الكبير طبعا لنادي المقصه، لكن شكل المقصه السنه دي عليه علامات استفهام كبيره قوي جد، يعني انا مش شايف شكل واضح، شكل سيء. بص بس خلي بالك اللي تكسبه العبه، انا بقالي 11 ماتش بلعب ب 4 3 2 1، والمشكله الرئيسيه عندي في الاربعه اللي ورا او في السيرد باكين تحديدا، عشان كده ابتدى يلعب عاصم سعيد. عاصم سعيد ده كان باك رايت، ابتدى يلعبه سيرد باك، ولا امبارح كان بيلعب باك سيرد باك ليه؟ عشان هو في مشكله عنده في قلب الملعب في السيرد باكين، وهم دول اللي عاملين له مشكله كمان، انه بيبتدي الكره من تحت، بدايته للكره من تحت، الكره بتتقطع في نص ملعبه كتير، بتيجي عليه باهداف. عارف هو لو يلعب زي ما بيقولوا كده الكره الطويله، لو بيلعب يسلم على الاطراف بس، انما يبتدي من تحت، دي عندهم مشكله كبيره فيها جدا، وهو ده اللي مش قادر ميدو. انا عندي فرقه امكانياتها كده، ما اقدرش العبها حاجه على مزاجي، ده انا العبها على امكانياتها، ولا انا غلطان؟ يعني مدير فني ما ينفعش الاعب الفرقه بتاعتي على اللي في دماغي. طب تكيس عمل كده يا كابتن؟ تكيس عمل كده بس ايه؟ قعد السنه اللي فاتت قد ايه بقى؟
لحد الدور الاولاني واخر الدور الثاني. لا انا اقصد ايه، كنا حتى لما كان دجله بيخسر كنا بنقول فرقه كويسه. حلو، فرقه كويسه عشان امكانيات اللعيبه. طب مين الامكانيات الاحسن، المقصه ولا المقصه؟ دجله. المقصه بس دجله صح؟ دجله في الناحيه الدفاعيه احسن وكره اللعيبه من تحت احسن. كان معاهم محمد محمود، كان معاهم محمد هلال ربنا يشفيه ويعافيه. حتى السنه دي برضه هم بيخسروا بس انا قصدي خلي بالك هم الاخير في الدوري. انا قصدي ايه، ليهم شكل يعني، ليهم شكل. بتقول في شكل في الفرقه دي. انا قصدي ده قصدي. انا عايز لا مش يعني لا شكل، لا شكل ولا مكسب ولا لون. بس انا هقول لك برضه. ايوه انا بقول لك كده. لا لازم ابص يا كابتن ميدو اتفضل. في اوقات كده انا الدور الثاني، الدور الاولاني لو ما جمعتش نقاط اجمع امتى في الدور الثاني؟ الدور الثاني النقطه بطلوع الدرس زي ما بيقولوا. صح صح عندك حق. يعني زي امبارح الاتحاد والمقاولين مثلا، الاتحاد خسر خسر لكن ايه، ماتش نار مكسر مقاولين. في ماتش انبي والحرس بيتعادلوا 0-0 الاسبوع اللي فات، الفرقتين ضرب ماتش، بص ضرب نار بس 0-0 في الاخر. انا اللي عايز اقوله كل الفرق اللي مش عايز يكسب دلوقتي مش هيكسب الدور الثاني. عشان كده اعتقد ان دجله من اوائل الفرق المهدده بالهبوط، عكس طنطا مثلا واسوان. مشمرين بطريقه كويسه جدا مع انهم لسه طالعين من تحت، وامكانياتهم ما تجيش نص امكانيات وادي دجله. بالظبط. صح ولا انا غلطان؟ بالظبط. فده اكيد عيب. انا شايف ان ميدو ماشي بيه هو وجوني وتكيس. تمام. الشوط الاول في الزمالك واسوان انتهى 1-0 للزمالك. مصطفى محمد نجم الزمالك احرز هدف في الدقيقه 43 على ما اعتقد. الزمالك يعني بيتقدم للمركز الرابع. لسه طبعا في شوط ثاني، هيجي اسوان هتبقى في مفاجات مع مجد عبد العاطي. الزمالك هيحتفظ بالمركز الرابع، لسه هنشوف ان شاء الله يعني اللقاء هينتهي على ايه. لكن الاهلي بمكسبه التاسع على التوالي ما شاء الله ما شاء الله، بيزود صعوبات على نفسه ولا صعوبات على الغير؟ لا صعوبات على الغير وعلى نفسه في حاجه واحده، ان انت المباراه هتبقى اشبه بالحروب تكتيكيه. صح. في الملعب وبين الافراد كلاعيبه اللي انت بتواجهها، انما على نفسه خلي بالك انت مش هتقعد طول الطريق تكسب، انت هتيجي وقت وهتيجي تقع. بس هي المشكله لما تقع تقدر تفوق بسرعه وتقوم. الاهلي عايز يوصل للريكورد بتاع 17 مباراه بتاع مستر مانويل جوزيه، 17 مباراه ما تعادلش، عملها في موسم 2005 2006. فده رقم أكيد مستر فايلر بيدور عليه. هي قصة مش قصة أرقام، ولكن أكيد هو عايز يعمل كده. هيقعد ماشي كده بس هيجي يقع، أكيد هيقع. المشكلة في إيه بقى؟ أنت حطيت نفسك ضغط إن أنت لازم تكسب كل مباريات في الدوري خاصة. أنت خلاص ما عندكش حاجة أنت نسيت كلمة تعادل أو خسارة. ما شاء الله ما شاء الله. نسيتهم اللعيبة، نسيتهم وجمهورك نسيهم. فأنت تفكير اللعيب 90% انا انزل اكسب، ودي مش في الكوره. يعني لحد دلوقتي احنا ما تاخرناش بهدف ورجعنا تعادلنا وكسبنا. دي نقطه ما اتحطناش في ضغط تحتيها، ولا انا غلطان؟ كل المباريات احنا ليدنج. حتى الجون اللي دخل فينا كان ماتش اسوان كسبانين 5-1، ده الجون الوحيد اللي دخل فينا في التسع مباريات. فانت ما اتحطتش تحت ضغط ابدا ان انت تبقى خسران 1 وبعدين تدور على التعادل وتدور على المكسب. فدي لسه طبعا دي شخصيه بطل، والنادي الاهلي بطل، ولكن الحاجات دي هتعدي علينا، ولما تعدي علينا هتزود الضغوط اكتر. وفوزنا 9 مباريات ورا بعض بيزود الضغوط على اللعيبه وعلى المدير الفني. خلي بالك الضغط في حد ذاته ان انت عايز تجيب جون ده ضغط كبير جدا. طبعا جدا طبعا. ان انت عايز تجيب جون وعايز تجيب الثاني وعايز تجيب الثالث وعايز تلعب وعايز يبقى شكلك ما شاء الله. الاهلي بقى ليه طبعًا. سيستم ساب. انا يعني مش هخفي سر ان الاهلي بيطلع كسبان 2-0 الشوط الاولاني، اللعيبه تقول لبعضها احنا لسه 0-0، انزلوا احنا خسرانين 1-0 عشان نجيب الثاني وانت لعبت وعارف. صح. فيعني عادي جدا ان ايه يعني جبنا جو 2 وبتاع، احنا بننزل نمتع. يعني تبقى عايز تجيب الثالث والرابع، عكس فرق ثانيه بتجيب جون وترجع تقف وتقفل وخايفه على ثلاث نقاط ومش عارف ايه. فدي طبعا بتفرق شخصية البطل عن أي فرقة تانية. وأنا يعني في 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 القصة دي أي نادي في الدنيا ليه شخصية وليه كاريزما. النادي الأهلي أكيد ليه شخصية وكاريزما عالمية، مش مصرية بس. فأعتقد إن دي من أهم شخصيات، من أهم الكاريزما اللي في النادي الأهلي، إنه ما يفرقش معاه كسبان 1 كسبان 2 وعايز على طول يهدف. ودي بتدي ضغط على اللعيبه على طول. برايا اكيد مباراه مصر يوم الاحد، النادي مصر يوم الاحد اللي جاي مباراه برده مش سهله خالص.
خالص، معاهم مدير فني كويس جدا عبد الناصر، كابتن عبد الناصر. كابتن عبد الناصر بياخد من المباريات اللي هو عايزه، اعتقد انه عمل نتائج كويسه جدا، تعادل مع الزمالك، وتعادل مع خسر من بيراميدز 2-1 بالعافيه، تعادل مع الاسماعيلي، قدر يكسب مباريات زي المقصه. فاعتقد لا هو يعني لا المقصه كسبته 2-1 سوري، هو يعني عامل انت لما تيجي تبص في الجدول هو كان اعتقد الرقم ال 11 ب 11 نقطه، وده رقم كويس جدا. الجدول اقول لك يعني معايا، شوف لو الجدول معاك اعتقد ان هو ال 11. الجدول مصر ال 12. ال 12 ب 11 نقطه زي ما انا بقول. لسه النتائج بتاعت المباراتين دول لسه متلخبطين، بس انا بقول لك يعني في العموم الراجل عامل موسم كويس، عنده اثنين لعيبه مهمين جدا جدا، الطرف الشمال اعتقد انه هيبقى خناقه الانديه كلها، اسمه مصطفى بس مش فاكر مصطفى ايه، بيعرف يجيب جون وبيعرف يقفل كويس قوي، وعنده حارس مرمى. انا بقول للناس خلي بالكم من حارس مرمى اف سي مصر وليد توفيق، ان شاء الله هيبقى حارس من الحراس اللي متواجدين في الدوري المصري بصوره كويسه جدا. واللي انا عارفه ومتاكد منه ان فرقه الاسماعيلي بعتت له فاكس، بس طبعا اف سي مصر مش راضيه تسيبه يعني، بس هو حارس جيد جدا جدا. المباراه مش هتبقى سهله، اوعى حد يستسهل مباراه اف سي مصر، لان الاهلي خلي بالك دي اول مباراه ليهم في تاريخهم ضد النادي الاهلي بالظبط، فهتتحسب لهم اي نتيجه ايجابيه ليهم إن شاء الله. هتبقى حاجه في مصلحتهم أكيد. فاعتقد انها هتبقى مباراه صعبه شويه اكيد. لما احنا بنتكلم كده ونخلي بالنا والمباراه فعلا صعبه، طب عبد الناصر محمد او كابتن عبد الناصر محمد طبعا مع احتفاظ بالالقاب بيكلم فرقته في ايه؟ بيكلم فرقته في يعني احنا بنتكلم كده واحنا الاهلي تمام، الفرقه اللي بتلعبها بقى المنافس بتاعك اهم حاجه ايا كان اسمه. بص لو حطيتك في الظروف دي، انا كمدير فني بلاعب النادي الاهلي او الزمالك، معلش الزمالك خلينا في الاهلي، انا لو حطيت ضغط على لاعبتي يبقى انا غلطان اكيد. انا اقول لهم انزلوا استمتعوا، لعبوا كوره، ده ماتش النادي الاهلي، صيطوا نفسيكوا، هاتوا طلعوا اللي عندكوا، اللي عايز يروح النادي الاهلي، اللي عايز يروح النادي الفلاني، لازم دلوقتي لو ما اظهرتش نفسك قدام فرقه كبيره زي النادي الاهلي بشخصيتك بطريقتك بمهارتك هتظهر امتى؟ ما يقدرش يحط عليهم ضغوط. هو كل اللي يقدر يعمله ايه؟ يقول لهم بص انا طريقه اللعب بتاعتي 1+1=2، اللي انت عايز 1 2 3 4، وانزلوا متعوا نفسيكم عشان يقلل من عليهم الضغوط. انما لو عمل اي حاجه غير كده اعتقد ان دي بتخلي اللعيبه كل ما الضغط زاد كل ما التركيز قل. فانا اعتقد ان كابتن عبد الناصر عنده من الحنكه التدريبيه ان هو يقلل الضغوط من على فرقته. جاي من فوز كمان على نادي طنطا طبعا، وفوز مهم جدا كمان، فريق فوز مهم جدا 2-1 في ملعبه، فيعني اعتقد نتيجه مهمه وكبيره جدا لفرقه اف سي مصر، وهي اللي حطاهم في المكانه دي. عشان كده انا بقول لك لا اعتقد انه هيقلل الضغوط على فرقته بصوره كبيره يعني. تمام، تعالى ناقش معاك نتائج بسرعه كده، ولو عندك تعليقات. احنا قلنا نادي مصر وطنطا خلاص انتهى بالمكسب نادي مصر 2-1، الجونه والانتاج الحربي انتهى بالتعادل السلبي 0-0. مباراه على فكره انا شفتها كانت كويسه جدا، عامر برضو والغرباوي الاثنين عملوا دور هايل في المباراه. خلي بالك الاثنين كان في هجمات خطره من الفرقتين بطريقه كبيره، ولكن الاثنين حراس اثروا في النتيجه بالايجاب، وعلى العكس الاسترايكرز كانوا وحشين جدا جدا. ده في واحده انفراد راس براس من نص الملعب ساب الدنيا كلها وحطها في رجليه وهو واقف في الارض، فيعني اعتقد النتيجه ايجابيه للفرقتين مش وحشه. تمام. وان كانت سلبيه للانتاج شويه لانه بينافس على المركز الثالث والرابع. تمام، الاتحاد والمقاولين خلص. الاتحاد والمقاولين 3 نقاط. اعتقد كابتن عماد النحاس طلع بعد المباراه وقال كلمه شافيه، قال لك احنا كسبنا المباراه ولكن ما نستحقش، الاتحاد كان احسن مننا واتظلموا في هدف، واحنا كسبنا المباراه اهم حاجه ان احنا خدنا الثلاث نقاط، انما احنا في ارض الملعب ما كناش كويسين. فهو كلمته بتدل على سير المباراه عامه، وطبعا بالتوفيق لكابتن عماد، نتمنى انه يلعب افريقيا السنه الجايه تبقى حاجه مميزه ليه جدا وخبرات. بس قال كلمه كمان مهمه جدا، قال ان مش عارف كان مين اللي بيساله بيقول له التوفيق، قال له التوفيق ما بيجيش لحد كسلان، ما بيجيش لحد ما بيشتغلش بالظبط، قال التوفيق بيجي للناس اللي بتتعب. اي حد بيتعب ربنا هيبعت له التوفيق، امتى وفين عند ربنا سبحانه وتعالى. الحظ جزء كبير منه توفيق، ما بيجيش غير اللي بيتعب بس. صح صح تمام. المقصه والاهلي خلاص اتكلمنا عليه، الاسماعيلي وانبي انتهى بالتعادل الايجابي 1-1. يمكن حصل مشادات غريبه في المباراه دي، وكابتن سعفان الصغير اتطرد، وضرب جزاء غير صحيحه الانبي للامانه،
للامانه الماتش كان 1-0 للاسماعيلي. هكلمك على التحكيم في نهايه الكلام. 1-0 للاسماعيلي وضرب الجزاء من وجهه نظري غير صحيحه كابتن سعفان. بس انا عايز اقول حاجه، يعني طب لما احنا في الدوري وفرقه زي الاسماعيلي وبننزل نتخانق ونتخانق مع الحكام ونطرد ومنظرنا وحش يا جماعه، الدوري الانجليزي والدوري الاسباني الناس بتعترض بس ما حدش بيعمل اللي بيحصل ده، ينزل ويتخانق مع الحكم وهيضربه ويطرده ويجيب الامن وتقعد خناقه 10 دقائق في الملعب، يعني يعني في 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 اوفر رياكتنج يعني. فلازم نهدى شويه، على كابتن سعفان عنده من الخبرات ان هو يهدى شويه. المباراه في الملعب كانت مباراه ممتعه، كابتن حلمي طولان ماشي بنفس الخطى اللي ماشي بيها، ماشي بطريقه هايله مع انبي. يعني فاكر انا فاكر في اول الدوري كنت انا وانت قاعدين مع بعض قلنا لا كده كتير على انبي وخمس مباريات كتير قوي بالزبط. فكابتن حلمي من ساعه ما جه ما شاء الله ماشي بطريقه مميزه جدا مع الاسماعيلي. اعتقد الاسماعيلي كان يستحق يكسب، ولكن انبي قدر يفوز بنقطه في ملعب الاسماعيليه. تمام تمام. الحرس وبيراميدز مفاجاه النهارده، الحرس كان المفروض كمان جون تاني ليه. لا عايز اقول لك حاجه، الحرس يكسب 2 مستريح جون جون ما اتحسبش جون. طب اكيد. طب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل في بيراميدز ان اللعيبه بعد ما كانت كلها فكرها فكر واحد ان هي تحفظ توصل لبطوله، دلوقتي معظم اللعيبه عايز يروح اهلي وزمالك. الاول كانوا فيها قافله على بعضها عايزه تنفس على البطوله، دلوقتي مش ده هدفهم. هدفهم كل لعيب انا عايز اروح في حته، انا فلان الفلاني عايز اروح في حته، وفي لعيبه مضت، في لعيبه هتمضي قريب، ويعني من غير ما اذكر اسامي في لعيبه هتمضي في الاهلي وفي لعيبه هتمضي في الزمالك، لا وفي لعيبه مضت في الزمالك اوريدي، ولكن في لعيبه هتمضي من دلوقتي ان شاء الله شهر لشهر 6 اللي جاي في النادي الاهلي. فالفرقه بقت مفككه الى حد ما. الراجل المدير الفني الجديد لسه لم ما نقدرش نحكم عليه، ده تاني ماتش يلعبه، ما تقدرش تحكم عليه مع انه مدرب كبير ومدرب كان ماسك منتخب كرواتيا ومدرب عالمي جدا بالظبط، والجهاز المعاون كله جهاز عالمي. ولكن اعتقد كابتن طارق العاشري قدر ياخد من المباراه اللي هو عايزها، يلعب دفاع كومباكت ويلعب على الهجمه المرتده، واعتقد انه جاب جون والتاني وكان يستطيع انه يكسب اكتر من كده. شابوه طبعا لكابتن طارق العاشري، نتيجه مفاجاه ولكن كله في مصلحته. اكيد الحرس بقى في المركز التاسع ما شاء الله ورصيد 14 نقطه، لكن الدنيا قريبه جدا. اخر مباراه الزمالك لسه بيلعب الحرس الحدود وبيراميدز، احنا قلنا خلاص المصري وسموحه انتهى في الثانيه الاخيره بهدف قاتل للنادي المصري. عايز اقول لحضرتك اتفضل، كابتن حسام حسن ما كسبش كابتن ايهاب جلال. شوف من ساعه ما كابتن ايهاب ابتدى يدرب كابتن حسام حسن ما كسبوش. اول مره دي دي اول مره على الاطلاق، على طول كابتن ايهاب جلال بيكسبه او بيتعادل معاه، اذا كان في 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 اسكندريه، اذا كان في الماكس او في برج العرب، او حتى هنا في استاد الاسماعيليه، على طول كابتن ايهاب جلال بيكسبه. فتعتبر دي اول مباراه لكابتن حسام حسن انه يكسبه. مباراه كانت حلوه جدا على فكره، بس سموحه كانت خسرانه واحد وهي الاحسن، وكانت بتضيع اكتر. ضرب الجزاء صحيحه اتحسب منها، جه منها الهدف الاولاني، اعتقد الهدف الثاني للمصري كان الهدف الثاني كان للمصري، المصري اللي كسب 2-1. انت اللي لخبطت مش انا. انا قلت لك عمرك ايهاب جلال عمر كابتن حسام ما كسب ايهاب جلال، عشان كده انا مستغرب. كنت لسه اقول لك ما كسبوش برضه من النهارده. لا المقص انا عمال اقول اصل سموحه لا انت اللي لخبطتنا. طب ما كسبوش خالص كده. ما كسبوش خالص خالص، على طول كابتن ايهاب مرزق على كابتن حسام حسن ويكسب في الدقيقه 90، دي حاجه يعني وادي اعتقد اللي جاب الهدف. كان سموحه هو اللي كسبان. لا وكان احسن. كان هو كسبان 1-0، كان ممكن يجيب الثاني وفي اول الشوط الثاني كمان، بس بقى انت عارف الكره انت فاهم. في حاجه مش مظبوطه في سموحه؟ نتائجهم مش عارف مالها السنه دي كده. لا مش مظبوطه يعني. هو بس جوده اللعيبه مش هي. يعني حسام حسن عنده طموح كبير كان السنه دي ان هو يكون يعني في المراكز، حتى لو هو في المركز الرابع دلوقتي مؤقتا قبل ما الزمالك يطلع المركز الرابع، لكن كان عايز هو يبقى في الاول والثاني. بص هو كابتن حسام بيعرف يلم نقاط من المدربين اللي بتعرف تلعب نقاط. زمانه زعلان جدا على زمانه بيعمل ده، عامل مصيبه وعمال يخبط في الحيط. والمصري بس برضه يعني اما تكسب في اخر ثانيه انت عارف دفعه قويه، ثلاث نقاط كمان انت بتكسب مش بتتعادل. طيب في حاجه هنا ايجابيه لاداره نادي المصري، اول 6 مباريات كان كابتن ايهاب جلال مجمع 4 نقاط والناس كلها كانت بتتكلم على الاقاله. طلع رئيس نادي المصري وقال لك كابتن ايهاب مكمل معانا، واعتقد انه دلوقتي نتائجه مش وحشه وماشي بطريقه مميزه. اعتقد انه هو ال 13 ال11 فماشي بطريقه مميزه جدا، واعتقد ان كابتن ايهاب واحده واحده
هيخش لان الكونفدراليه مأثره عليه طبعا بالسلب. هيلاقوا احسن من كابتن ايهاب. لا مش هيلاقوا بصراحه. دي حقيقه مدرب كويس جدا جدا. طيب دي النتائج لغايه لما نشوف مباراه الزمالك واسوان. نشوف لسه يعني في الدقيقه 50 اخر حاجه ممكن نتكلم فيها الاهلي الافريقي. شكل الاهلي الافريقي خصوصا بعد ما المجموعه بقت مولعه كومبليكيتد شويه. طيب الاهلي الافريقي ما يختلفش عن الاهلي المحلي الا في الخبرات. الراجل في المباريات الافريقيه بيلعب الخبرات وليكن احمد فتحي ووليد سليمان ما بيستغناش عنهم عكس في الدوري ممكن يستغنى عنهم بسهوله. طيب. فهو في الدوري بيلعب الخبرات ما بيفتيش زي ما بيقولوا بيلعب السهل. اعتقد المباراه اللي جايه زي ما بيقولوا كده ايه هي المحور اللي هندور حواليه. لازم بامر الله سبحانه وتعالى تكسب بلاتينم في زيمبابوي لازم. لان لو كسبتها وجيت كسبت النجم الساحلي انت صعدت ب 12 نقطه خلاص. الا لا قدر الله في نقطه سلبيه لو كل الفرق لو الهلال والنجم والاهلي كسبوا بلاتينم نتائجها تتحذف. ويبقى نتائجها تتحذف بمعنى ان الاهلي يرجع ست نقاط. في الحاله دي هيبقى اللعب بين الثلاثه على الاهداف لان كله كسبان كله في ارضه. فهتبقى مشكلتك هي كده ان انت لازم ماتش الهلال تروح تاخد نقطه على الاقل من هناك عشان تصعد وتضمن الصعود. فهي المكسب كله تكسب بلاتينم بره ان شاء الله وتكسب النجم هنا اعتقد ان انت صعدت ان شاء الله. وانت كاهلي هل المستوى اللي بيقدمه النادي الاهلي في مباراه الهلال انت ما شاء الله يعني كنت ليدنج تكسب المباراه كلها وجيت في الاخر اتخطفت بجول. بلاتينيوم ممكن تكسب كتير برضو الدنيا كانت صعبت شويه عشان الاصابات واللي حصل والكلام ده كله. لكن شكل الاهلي يكسب بره ان شاء الله يعني ان شاء الله. يكسب الهلال بره يكسب بلاتينيوم بره ان شاء الله ان شاء الله. واحنا كنا نكسب النجم الساحلي بره ولولا الساحلي لولا يعني الحمد لله على كل. اقول الهلال لسه كسبانه الهلال لسه كسبانه وعنده 1-0 فلولا الحكم منه لله بقى ربنا يسامحه كان زماننا كسبانين الماتش او على الاقل خرجنا من نقطه التعادل كانت فرقت معانا جدا دلوقتي وركبنا المجموعه بالزبط. بس فيعني انما ان شاء الله ان شاء الله اعتقد ان احنا هنخرج من المجموعه دي على خير ان شاء الله. والهلال كان موفق بدرجه مش طبيعيه هنخرج يعني هنصعد احسن الناس تفتكر. لا انا قصدي هنخرج يعني هنصعد. الهلال كان حظ كابتن حماده بقى واحمد عبد الفتاح حظ البدايات حلوه كانت يعني طبعا التوفيق في البدايه كان مهم جدا للكابتن حماده والكابتن احمد عبد الفتاح طبعًا. كان احنا كمصريين كنا بنشجعهم طبعًا. لكن الشكل العام ان هم يعني كويس ان هم طلعوا بالنتيجه دي جدا جدا. بص المباراه برضو اللي اتفرج عليها النجم الساحلي ما عملش حاجه. النجم الساحلي كان بيعتمد على حاجه واحده يجي له فاولات او كرانر ويلعب الكور اللي هي بيلعب على الايه على الكور الثابته. انما في الملعب والله ما راحش بواحد ده الهلال راح باكتر منه بكتير. الشوط الاولاني كمان وهم متعادلين 0-0 الهلال كان بيروح اكتر. فهو بصراحه انا شايف ان النجم من اقل الفرق الموجوده في افريقيا السنه دي. هو حتى ماتشك معاه يعني هو ما راحش عليك خالص هي واحده والثانيه بره وانت مضيع بقى بالظبط بالظبط بالظبط. الدوري السنه دي شكله اقوى ولا اقل؟ لا اقل طبعا اقل طبعا كلمه واحده اقل طبعا. الاهلي في حته وبقيه الفرق كلها في حته ثانيه. طب ما حلو ماشي حلو لينا بس يعني يعني شايف يعني انا عايز اتمتعنا السنه اللي فاتت قد ايه؟ المتعه بتاعت السنه اللي فاتت ودوري السنه اللي فاتت قد ايه؟ لما كنا فين وتك تك 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 بتكسب كل اللي جاي في وشك عشان تركب الدوري وتاخد الدوري من زي ما بيقولوا من بق مش بلاش الاسف من بق المنافس تاخد الدوري منه كان متعته عامل ازاي؟ اعتقد انه امتع من امتع الدوريات هو دوري 13 نقطة بتاع سنة 96 دول أمتع اتنين دوري أنا شفتهم في حياتي بصراحة. هو الناس يا كابتن أحمد وأكيد طبعا أنت عارف الناس صدقت نفسها إن أنت تحت وأنت كان عندك 900 ماتش مؤجل. ست ماتشات مؤجلة ب 18 نقطة وهم قعدوا يقول لك الأهلي في المنطقة الدافئة الأهلي مش عارف الأهلي في الأخير مش عارف لو هفك الشوط طلع لي فوق اديني طلعت فوق وركبتك ودلدلت عليك وخدت منك الدوري كمان. الموضوع كان صعب جدا يعني انت كنت ليك ماتشات مؤجله والفرق اللي فوق بصالك تحت وانت بص لفوق بس انت ما بصش غير على السلم بتاعك اللي بص لفوق اللي يبص يبص احنا بنبص على السلم بتاعنا نطلع خطوه بخطوه مالناش دعوه. اللي بيبص تحته هي بيقع اللي بيبص فوق مكمل دي اكيد مكمل. دي اكيد لكن خلينا احنا بردانين في القمه كده خلينا ادينا ساحه حلوه فوق حلو جدا جدا جدا. انا بشكرك شكرا جزيلا ميرسي ربنا يبارك لك يا ميدو ربنا يعزك ونورت وشرفت كالعاده متالق ربنا يبارك فيك يعني الوقت كان نفسنا يبقى اطول من كده لكن ربنا يكرمك تسلم لي ربنا يعزك.
نور الدنيا وشكرا جدا وربنا يبارك فيك وكل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده على النادي الاهلي ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب. دي كانت فقرتنا التانية مع النجم الكبير الكابتن أحمد فوزي نجم الأهلي السابق. بعد الفاصل هيكون معاكم إيهاب الخطيب ومحمد سعيد، إن شاء الله استنوهم وإن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي، إن شاء الله الأهلي فوق الجميع ونفرح كلنا كلنا بإذن الله بالدوري وأفريقيا. شكرا جزيلا لحضراتكم ومع ألف سلامة.